حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع جولتنا مع عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم ورؤية تحليلية لهذه العناوين من خلال ضيفنا اللي معانا النهاردة أستاذ رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ شيرين. أهلا وسهلا. نبتدي مع حضرتك بصحيفة الأهرام وعنوان صحيفة الأهرام النهاردة: استراتيجية شاملة لمواجهة الهجرة غير المشروعة، السيسي تطوير التعاون العسكري بين مصر وفرنسا، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية القاهرة ركيزة للاستقرار بالمنطقة. إلى أي مدى شايف حضرتك أن هذه الأشكال من التعاون بتساهم في الحد من مشكلة الهجرة غير المشروعة؟ أولا، هو اللقاء كان مزدوج امبارح ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الدفاع الفرنسية للتباحث في العلاقات القوية ما بين مصر وبين فرنسا في المجال العسكري، ودي يمكن في الشهور أو السنوات القليلة الماضية وصلت إلى أوج قمتها في مجال التعاون، وأعتقد يعني نموذج أمام المواطنين في مصر. ده ما وجدنا الطائرات الرافال الفرنسية، ودي أحدث طائرات تخرج من فرنسا بعد إنتاجها لأي دولة. كانت مصر أول دولة تحوز على هذه الطائرات، واللي تعتبر من أفضل طائرات العالم، بالإضافة إلى حاملتي الطائرات المسترال 1 و2 برضو من فرنسا. فإذا هناك تعاون عسكري قوي جدا ما بيننا وبين فرنسا في السنوات القليلة القادمة، وده بيبين على قوة العلاقات الدبلوماسية أيضا والاقتصادية بيننا وبين فرنسا. هنا كانت زيارة أمس لوزيرة الدفاع الفرنسية لتعزيز التعاون في المجال العسكري ما بين مصر وفرنسا في هذا المجال. الجزء الثاني من اللقاء هو كان ممثل الاتحاد الأوروبي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتباحث حوالين ما يسمى بقضية الهجرة غير الشرعية، وهي قضية مزدوجة، فأولا مضرة بأوروبا كلها، لأنها أوروبا بيدخلها أناس بطريقة غير شرعية، قد يكونوا غير مؤهلين تماما للعمل، قد يرتكبون كثير من المخالفات دون أي هوية، قد يكون من بينهم الخارجين على القانون في دولهم ويذهبوا إلى أوروبا بحجة البحث عن العمل. طبعا عشان يروح يخش هذه البلاد بيتخذ طرق غير شرعية للهجرة إلى هذه الدول دون المرور على المنافذ الرسمية، وبعضهم قد يستقل مراكب بعرض بحر المتوسط تخرج من تونس، تخرج من ليبيا، كانت تخرج من مصر عندنا أيضا، وتتعرض هذه المراكب للغرق وهلاك كل من فيها، وبالتالي وبالمئات يعني كان كل شهر. في السنوات القليلة الماضية ومن سنة 2016 والحمد لله لم يخرج أي أفراد بطريقة غير شرعية من مصر إلى أوروبا من هذه النوعية، وده أولا لضبط الأمور بالنسبة لنا بالنسبة للسواحل المصرية، زائد وده اللي تم التباحث فيه أيضا، مواجهة الهجرة غير الشرعية ليست بالإجراءات الأمنية وإجراءات السواحل وخلافه، فرص عمل. إنما مجال فرص العمل والتنمية، والحمد لله بالنسبة احنا اللي هنا في مصر في الثلاث سنوات الأخيرة يمكن كم المشروعات اللي احنا شايفينها والتي لم تحدث في مصر على مدى 30 سنة، دي طبعا بتستوعب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة وبتقلل فرص أو أعداد البطالة في على المستوى القومي. أيوة. ومن هنا التفكير في الهجرة غير الشرعية للبحث عن فرص عمل بتبدأ تقل. فإذا هي معالجة مزدوجة ما بين الإجراءات الأمنية وضبط المنافذ والحدود، نمرة 2 مظاهر التنمية والمشروعات القومية وإنشاء العديد من المشروعات التي تتيح فرص كثيرة للمواطنين بتحد من هذه الهجرة غير الشرعية. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح لممثل الاتحاد الأوروبي أوضح له أيضا بالنسبة للاجئين الذين يدخلون إلى مصر لا نتعامل معهم مثلما يتم التعامل معهم مع بقية الدول، إن أنا أعملهم في معسكرات وخيام وخلافه، بينخرطوا في المجتمع بينخرطوا في المجتمع صحيح. وتقدم له كل الخدمات زيهم زي أي مواطن مصري آخر إلى أن يتم حل مشكلة لجوءهم إلى مصر. تمام.
نروح لجريدة الجمهورية. الخير يتدفق من أعماق ظهر. 350 مليون قدم غاز من الحقل العملاق بالشبكة القومية يوميا. طبعا ده خبر سعيد بيفتح أفاق وأمال عريضة، مش بس على مستوى توفير فرص عمل لكن أيضا على مستوى زيادة الدخل القومي. شوف حضرتك، وحقل ظهر وحقل غاز تم اكتشافه في ما يسمى بالمياه الاقتصادية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط، لأن عندنا المناطق المتاخمة للحدود مباشرة دي تعتبر مياه إقليمية، ثم بعد ذلك طبقا للقانون الدولي فيما يسمى بعدها المياه الاقتصادية التي يسمح لها لأي دولة أن تستغل أو تبحث عن الثروات في هذه المنطقة دون أن ينازعها أحد. من بين الاكتشافات التي تمت هي شركة إني الإيطالية اكتشفت أكبر حقل غاز في منطقة الشرق الأوسط في المياه الاقتصادية دي، وده موقعه يقع حوالي ما بين 200-220 كيلو متر شمال دمياط داخل البحر المتوسط. طبعا هذا الحقل بهذه الإمكانيات الضخمة، الجزء الأول من الإنتاج بدأ يضخ في الشبكة الرئيسية ليوفر لنا الغاز اللازم لنا ونقلل عملية الاستيراد. مع قرب نهاية العام القادم إن شاء الله ستتوقف مصر تماما عن استيراد من الخارج، وبالتالي هذا الحقل سيوفر كل احتياجات مصر من الغاز ويوفر لمصر ما يقرب من 2 مليار دولار كانت تستورد بها مصر الغاز سنويا لسد احتياجات محطات الكهرباء أو الاحتياجات المنزلية. إن شاء الله بعد ذلك سيزداد حجم الإنتاج بالإضافة إلى حقول الغاز الأخرى التي تم اكتشافها في خلال الفترة القليلة الماضية، لتتحول مصر بعد ذلك إلى دولة مصدرة للغاز بعد أن كانت مستوردة له بشكل كبير. جريدة الأخبار، توزيع مليون عبوة بنسلين على المستشفيات بعد غد. طبعا دي عقب الأزمة اللي حدثت بسبب نقص الأنسولين في مصر. طبعا الأنسولين مهم جدا لأنه بالنسبة لمرض السكر ما يحتملش عملية التأجيل، إن أنا مثلا ما أخدش الجرعة بتاعتي النهاردة أو بكرة ولا حاجة، لأن احتياجات الجسم للأنسولين بتبقى آنية، يعني كل يوم على أساس يعني سد أو معالجة نقص الأنسولين في الدم في حالة وجود خلل في غدة البنكرياس بالنسبة لجسم الإنسان. ما يحدث عجز في هذه الكميات سواء بالنسبة لكم المنتج أو كم المستورد وخلافه يتيح الفرصة لكثير من تجار الجشعين، أنا أقول تجار مش الموزعين أو صيدلات وخلافه، لأنه بيستغل عملية النقص ويبدأ يرفع ثمن العبوة للمباع للناس بحجة ان والله ان التكلفة بتاعت البنسلين بتاع الانسولين غالية بالنسبة للمصانع، وبالتالي المصانع بتسلمهم هم بيدعوا ذلك، بتسلمهم سعر اعلى، وبالتالي يبدأ يبيع الجرعة باعلى من سعرها قد يصل الى 10 اضعاف سعر الجرعات الانسولين. طبعا عندما تتدخل الدولة لتوفير هذه الكميات للعمل بعد ذلك بشكل دائم على توفير كل الكميات الخاصة بالنسبة للأنسولين على المستوى القومي إما استيرادا أو إنتاجا حتى لا تتكرر هذه المشكلة، وبالتالي بدأت الدولة تخش، لأن عملية نقص الأنسولين في السوق يضر بصحة المواطنين بشكل سريع ومباشر على طول في نفس التوقيت. تمام. في جريدة المصري اليوم، الرئيس يمنح حجازي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. صبحي تولى مهامه بكل الإخلاص في أصعب فترات تاريخ مصر. طبعا يعني سيادة الفريق حجازي طبعا تولى مهمة رئيس أركان القوات المسلحة سابقا وأجاد فيها بشكل جيد جدا، وده عندما يتم تكريمه من رئيس الدولة وتقديرا لجهوده في بناء القوات المسلحة وجاهزية القوات المسلحة والجهود التي بذلها من أجل ذلك، وبالتالي يستحق كل التكريم من الدولة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره هو القمة على مستوى الدولة للتعبير عن تقدير الدولة لهذا الرجل الذي بذل الكثير من أجل القوات المسلحة. جريدة الجمهورية، الصناعات الغذائية ملتزمون بتدوين الأسعار على السلع، مصلحة المستهلك والصناع والتجار في المقام الأول. ده كان قرار جديد صدر، لأن بدء من يناير أي سلعة سيتم ضبطها في أي مكان
غير موجود السعر عليها سيتم وضع المحل أو البائع المتولي بيع هذه السلع تحت طائلة القانون. طبعا ده للسيطرة على ارتفاع أسعار المتزايد اللي بيحصل ما بين يومين. وده ردا على عملية ارتفاع الأسعار العشوائي. حضرتك هنا نحن مع حرية السوق بالنسبة للمنتج، وان يعني ايه دون ان تتدخل الدوله في عمليه التسعير. لكن بما ان انت حضرتك خدت سلعه من المنتج بسعر معين يضاف اليها هامش ربح، يبقى تحطي سعر السلعه بعد اضافه هامش الربح عليها. لكن عندما يباع داخل المحل السلعه باكثر من سعر على حسب استغلال الاوقات والفرص وخلافه، ده بيضر بمصلحه المواطنين ومصلحه المستهلك. وبالتالي هنا عندما يتم بالقانون محاسبه مثل هؤلاء والزام الجميع بوضع سعر السلعه على المنتج، هنا بيتيح ده هيعتمد بقى على الرقابه، رقابه الدوله انها تعمل حملات تفتيش ولا والمواطن نفسه من المواطنين. ده المواطن بقى كمان له دور كبير جدا، اذا لم يجد هناك اي سلعه عليها السعر من حقه ان يبلغ الجهه المختصه بالنسبه للمباحث تم خلافه بان هذا المكان لا يضع اسعار للسلع على المنتجات بتاعته او اللي بيباعها للمواطنين. ان حضرتك انت بتشوفي سعر السلع عليها من حقك ان تشتريها بهذا السعر او لا تشتريها، لكن عندما يتم الضبط او الوصول الى المحل والبحث عن اسعار هذه السلع ووجد انها مغالف فيها بشكل كبير جدا ما بين فارق سعر الانتاج وهامش الربح الغير مبرر على الاطلاق، هنا يتم وضعه تحت طائله القانون هنا لضبط الاسعار، وحتى لا يستغل البعض عمليه عدم التسعير هذا ليعرض السلعه باي رقم يريده هو مستغلا قد تكون ندره السلعه او قله وجودها في السوق. مش بالضرورة والله، أحيانا بتبقى في سلع موجودة ومتوفرة وتلاقي تباين في سعرها من مكان لآخر. ده داخل ده حضرتك أول النهار يبيع بسعر السلعة وبعد نص النهار عشان كده ما بيحطش رقم عليها. بالضبط. طب إيه الإجراءات التانية اللي حضرتك شايفها لابد أن تتخذ لضبط السوق أكثر؟ شوفي حضرتك، هو الإجراء الأساسي والأسلم هو أن المعروض دائما من أي سلعة يكون أكثر من المطلوب. في الحالة دي بينخفض قيمة السلعة، سعر السلعة، وبيدي لحضرتك فرصة والله لو ما عجبكيش السعر هنا هتروحي للمحل التاني هتاخدي نفس المنتج، وكله هنا المنافسة هتبقى موجودة ما بين جميع التجار لمحاولة البيع وبالتالي تقليل السعر. لكن هي المشكلة بتظهر امتى؟ عندما يكون المعروض أقل من المطلوب. أقل من المطلوب دي قد تكون بنسب، لكن هنا بقى التجار الجشعين مجرد يستشعر أن هناك نقص في السلع بعض الشيء وليكن إن شاء الله 10% يبدأ يروح رافع السعر بمزاج ودون ضوابط ليلهب ظهور الناس بالنسبة للأسعار غير المبررة. وبالتالي هنا كثرة الإنتاج تخلي كل بائع يريد أن يتخلص من المنتج اللي عنده، لأنه لو هو حط أسعار مغالة فيها هيلاقي المنافس ليه بنفس السلعة بيحاول أنه يعرضها بشكل أقل لأنه عايز يتخلص منها ويدور رأس المال بتاعه عشان يجيب غيرها. فهنا في الحالة دي إن شاء الله يعني أنا متفائل خيرا بالنسبة لهذا البلد خلال السنوات القليلة القادمة بعد المشاكل العجاف التي كانت تعاني منها. حركة التنمية وحركة البناء اللي موجودة فيها هتوصلنا لهذا المستوى أن يكون المعروض أكثر من المطلوب دائما وبالتالي تنخفض الأسعار. تمام. جائزة الأهرام الأعلى للجامعات يشكل إدارة للأزمات ويضع ضوابط لمنع تزوير شهادات الخريجين. عبد الغفار، الانتخابات الطلابية تمت في جو ديمقراطي ونستعد لامتحانات الفصل الأول. طيب نتكلم الأول على تزوير شهادات الخريجين. هي عدة قرارات اتخذت أمس في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات. الجزء الأول بالنسبة لتزوير شهادات الخريجين والتي انتشرت في الفترة الأخيرة وبأختام وتوقيعات قد تكون مطابقة إلى حد ما للواقع اللي موجود. يعني هنا المزورين وصلوا من درجة الاحترافية اللي هما زي ما يكونوا بيزوروا حتى العملة يعني الجنيه والدولار وخلافه بيبقى عندهم احترافية في عملية التزوير حتى بالنسبة لشهادات الماجستير أو الدكتوراه أو البكالوريوس. وتباع للأسف للعرب
العرب اللي حاولوا مجرد يشتري شهادة دون أن يأتي إلى مصر أو يدرس أو خلافه، وابتدى بعشرات الآلاف من الدولارات. هنا أخذ المجلس الأعلى للجامعات قرارا بأن كل شهادة تتعمل لابد يكون فيها علامة مائية يصعب ويستحيل تزويرها، زي جواز السفر بالظبط كده. بالزبط. ففي الحالة دي أنا عشان نقضي على عملية الاتجار في الشهادات أو تزوير الشهادات. من ضمن الموضوعات الأخرى التي ناقشها المجلس الأعلى للجامعات امبارح، وهو أن أنا أعمل إدارة للأزمات، إدارة الأزمات خاصة بالنسبة للمستشفيات. المستشفيات الجامعية حضرتك، المستشفيات الجامعية بتمثل أو بتواجه أو بتعالج 60% من الحالات المرضية على المستوى القومي، ومستشفيات وزارة الصحة كلها 40%. شوف حضرتك بقى درجة الأهمية بتاعت المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى المستوى الراقي في عملية العلاج والتشخيص وخلافه، ونظرا لأن الأساتذة الكبار هم كمان اللي بيشتركوا في يتواجدوا في مثل هذه المستشفيات. ماذا إذا حدثت لا قدر الله كارثة أو أزمة في مكان ما، وأصبح عدد المطلوب علاجهم 200 300 400، هل المستشفيات بقى تبقى جاهزة، وكيف تدار الأزمة في هذا بهذا الشكل، وكيف هناك اتصال ما بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض لسد النقص في أي مستشفى، لتحريك جماعات من الأطباء من مستشفى إلى مستشفى آخر بسرعة شديدة جدا نظرا لحدوث الأزمة أو الكارثة. تناول المجلس الأعلى للجامعات امبارح أيضا موضوع الانتخابات الطلابية، والتي بعد مرور حوالي 5 سنوات من التوقف بدأت تعود مرة أخرى. انتهت الانتخابات وأصبح هناك اتحادات طلابية تعبر عن الطلاب في كل الكليات وعلى مستوى الجامعات المصرية. الموضوع الأخير اللي ناقشه المجلس الأعلى للجامعات هو استعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، واللي يمكن هتبدأ إن شاء الله يمكن بعد حوالي أسبوع أو 10 أيام من الآن، لينتهي الجزء الأول من العام الجامعي وبشكل جيد جدا، لأن الحمد لله الدراسة بدأت في ميعادها وانتظم الجميع وبدأت الأمور في الجامعات تستقر بشكل جيد جدا. تمام. في جريدة الأخبار، مجلس الأمن يبحث مشروع قرار قدمته مصر لسحب قرار أمريكا بشأن القدس. العاهل الأردني يجري مباحثات حول القدس في الفاتيكان وفرنسا. هل في رأيك تم استخدام كل الأوراق الضاغطة حتى الآن بشأن موضوع القدس لتغيير القرار أو على الأقل تجميده من قبل الدول العربية؟ لا، لسه لم يتم استخدام كل الأوراق. لكن أهم الأوراق، يمكن أهم الأوراق هو أن احنا نسير من خلال الشرعية الدولية والقانون الدولي، بأن مجلس الأمن الذي أصدر عدة قرارات بأن محافظة على الوضع الراهن بالنسبة للقدس وعدم تغييرها، بعدم مشروعية بناء المستوطنات، عدم مشروعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، ده يعني المنظمات الدولية على قمتها مجلس الأمن بالنسبة للأمم المتحدة أقر ذلك. عندما تأخذ الولايات المتحدة قرارا منفردا بأنها تجعل القدس عاصمة لإسرائيل وتنقل السفارة بتاعتها من تل أبيب إلى القدس، ويبدأ رئيس الجمهورية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب يصرح بأن القدس عاصمة إسرائيل وإقرار منه، هنا قرار منفرد، هنا قرار ضد القانون الدولي، ضد ما قررته المنظمات الدولية. احنا هنا وسيلة الضغط الأساسية ان احنا بنخلي العالم كله مع المسلمين والعرب في موقفهم في اتجاه ما حدث من قبل الولايات المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة، وهناك المؤتمر الإسلامي الذي عقد في اسطنبول أيضا، وقررت الدول الإسلامية اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية إن شاء الله. فهنا ليست كل الأوراق قد استخدمناها، لكن للأسف الولايات المتحدة الأمريكية استغلت حالة الضعف والوهن التي تعيش فيها المنطقة العربية، والتي لا يوجد فيها إلا حوالي 3-4 دول دلوقتي. جزء تاني كمان ممكن الاستفادة منه، أنه عدد كبير من الدول الغربية أو الأوروبية ضد القرار أيضا، يعني مش بس المنطقة العربية ضد القرار. لا، مش المنطقة العربية، يعني معظم دول العالم، مش الدول الأوروبية، يعني آخرها حتى الحديث الذي نشر في جريدة الأخبار على لسان السفير البريطاني، قال إن إحنا لن ننقل السفارة بتاعتنا إلى القدس ولا أي مكان آخر، لأن هنا القدس ما زال هناك، هنا هناك خلاف عليه، هناك مشكلات لابد أن تبحث ولابد أن
يتم من خلال مباحثات السلام. لكن ما فعلته، خطورة ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية، أنها استبعدت من قبل الدول العربية والدول الإسلامية أنها تكون الشريك الأساسي في مباحثات السلام بين الفلسطينيين وبين إسرائيل، أو بين العرب وبين إسرائيل. هنا لم يعد هناك ثقة من قبل العرب والفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية في أن تكون شريكا في عملية مباحثات السلام هنا، لأنها لم تكن أمينة وأصبحت أخذت موقفا يعني مع إسرائيل ومساندة لإسرائيل ضد حق الفلسطينيين وضد المسلمين، باعتبار المسجد الأقصى من المقدسات الهامة جدا للمسلمين على مستوى العالم كله. تمام. في جريدة المصري اليوم: ليبيا الأولوية للشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار، شكري في تونس لحضور الاجتماع الثلاثي حول ليبيا. نتمنى أستاذ شيرين أن الملف الليبي ينتهي قريبا وتبدأ الدولة الليبية تعود إلى أن تكون دولة، وأن يكون هناك توافق ما بين الفرقاء الليبيين في أن يكونوا يعملوا على أن لا يتم تفتيت دولتهم. هنا ليبيا بعد أن تم تخريب كثير من مؤسساتها ومنشآتها وخلافه عايزة إعادة إعمار. أعتقد أن أقرب دولة لليبيا تساهم في ذلك هي مصر، باعتبارها دولة جوار، ومصر وقفت بجانب ليبيا بشكل كبير جدا لأن تعود ليبيا إلى أن تكون دولة أخرى، ولم تتح الفرصة لمن يريد تفتيت ليبيا أو تقسيمها أنه ينجح في مخططه. وبالتالي أعتقد من المنطقي تماما أن تكون مصر هي أول دولة تساهم في إعمار دولة، وأكثر دولة سيتم الاستهام بها في إعمار ليبيا إن شاء الله. نعم، لكن ايه اوجه التعاون اللي شايف حضرتك ليها في كل المجالات وبين ليبيا في الوقت في كل الحالي؟ المجالات حضرتك دلوقتي ليبيا شبه لا دوله، الى ان يتم الاتفاق على بناء هذه الدوله وعوده الاستقرار ليها، الدوله تحتاج الى اعاده بناء في كل المجالات، سواء بالنسبه للاعمار، بالنسبه للمباني، بالنسبه للمؤسسات المطرقه، بالنسبه للطرق، بالنسبه للبترول ومنصات البترول التي دمرت، بالنسبه للمطارات، كل شيء في ليبيا، لان جزء كبير جدا منه دمر بسبب الحرب تكاد تكون الاهليه داخل ليبيا مثلما هو كان الواقع في ليبيا في سوريا او في العراق. انما نتمنى ان شاء الله يستكمل الاستقرار في ليبيا وتكون هناك دولة ويتم التعامل معها، وبالتالي مصر هنا لن تتأخر عن إعادة ليبيا، إعمار ليبيا أو بنائها مرة أخرى، باعتبارها أقرب دولة إليها وأكثر دولة وقفت بجانب الشعب الليبي لكي تصبح دولته قوية ودولة تعود إلى ما كانت عليه قبل أن تنجح العناصر التي كانت تريد أن تفتتها من تحقيق مهمتها. أنا بشكرك أستاذ رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، على هذه الرؤية التحريرية. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، ونتحول لنشرتنا الاقتصادية مع الزميلة ميرفت المليكي.